حياكم الله اينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناه الرافدين. افاد تقرير نشره موقع نوبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم بان العراقيين ينفقون اموالهم بالدرجه الاساس على التبضع. وبحسب التقرير فان مصروفات العائله العراقيه تتوزع على المشتريات بنسبه تفوق 31%، يليها الايجار الشهري بنسبه 20%، فالنقل بأكثر من 13%، تليها خدمة شهرية بأكثر من 12%. وأضاف التقرير أن العائلة تنفق مصروفاتها أيضا على المطاعم بنسبة بلغت أكثر من 12%، وعلى الرياضة والفراغ بنحو 8%، وعلى الأحذية والملابس بنسبة لم تتجاوز 3%. رجحت لجنة المالية البرلمانية توجه حكومة السودان نحو الطعن بعدد من بنود موازنة عام 2023. قال أعضاء في اللجنة إن حكومة السودان تقدمت بدعوى قضائية للطعن ب12 مادة قانونية في الموازنة متعلقة بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، مضيفين أن الحكومة تذرعت بأن قانون الموازنة المنشور في الجريدة الرسمية تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن موجودة في مشروع القانون الذي قدمته إلى البرلمان الحالي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 134,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 12,000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 122,000 برميل يومياً. كشفت صحيفة دنياي اقتصاد أن الفرق شاسع بين إيران ودول الخليج العربي عقب مقارنتها بين الجانبين من خلال تقرير اقتصادي. وقالت الصحيفة إنه وفقاً لإحصاءات البنك الدولي فإن وضع المواطنين في سلطنة عمان والسعودية أفضل من إيران بثلاثة أضعاف، وفي البحرين بأربعة أضعاف، وفي قطر بستة أضعاف، وفي الإمارات أفضل من الأوضاع في إيران بثمانية أضعاف. وأوضحت الصحيفة أن إيران تحتاج إلى أكثر من 20 سنة لكي تصل إلى مستوى سلطنة عمان في وضعها الراهن. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة النفط الليبية استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقلي الشرارة والفيل جنوبية البلاد بعد توقفها الخميس. وذكرت الوزارة أن عمليات التشغيل والإنتاج النفطي استؤنفت بحقلي الشرارة الذي تديره شركة أكوكوس للعمليات النفطية، والفيل الذي تديره شركة مليتا للنفط والغاز. وتأتي إعادة فتح الحقلين بعد ساعات من إطلاق السلطات الليبية سراح وزير المالية السابق بومطاري الذي تسبب توقيفه في إغلاقهما. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.